طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب هوية بأربعين وجها لدريش شيغان. هذا يعد يعني من أكثر الفلاسفة الإيرانيين يعني عمقا بحكم تكوينه الاجتماعي والثقافي وأيضا تأثيره. هو مواليد عام 1935، نشأ في أسرة متنوعة عرقيا وثقافيا، فوالده سني من أصل أزري وثقافته أزرية تركية، وأمه جورجية ثقافة روسية تركية وكانت تتكلم معاه في البيت حتى بجورجية، وأمه أحد أبناء الملوك الذين يعني هجروا من جورجيا واستقروا في إيران. فنشأته في هذه البيئة، الأب سني والأم شيعية الخلفية يعني الدينية، فجعلت فضاء التكوين الاجتماعي بحد ذاته متنوع بشكل كبير جدا يعني. بداية الكتاب ترجمة الدكتور حيدر نجف، ومقدمه أو تعريف الكتاب الدكتور عبد الجبار الرفاعي. وصراحة بذل جهد في المقدمة، يعني جعلها وضعت خيط نظم للكتاب، أعتقد من غير المقدمة هنتوه، بحكم إنه كتاب مقترب يعني يعتبر كتاب فلسفي ويقع في تقريبا في 5 فصول. فأنا عملت قراءة فيه في أهم الأفكار اللي أنا وجدت إن يعني لها الشخصية اللي أنا فيها احتياج، وأيضا فيها بعض إجابات عما نشاهده في الفضاء الاجتماعي بتاعنا والسياسي. فأولا مثلا من الكتاب، أول مرة كتاب يضطرني أن أستعين بمهندس زراعي يعني وأقرأ كتاب، فبدأ يستعمل مصطلحات في تقريب الهوية، مصطلح النبات جذور النبات الريزومي. الريزومي ده، فعبد الباسط شغال في قطر بترول، تقول يا ابني ايه الجذر الريزومي ماذا يفعل يعني. فبدا حتى الراجل عامل مقاربه، فعلا اختيار هذا المقاربه النباتيه جعلت مفهوم الهويه وتشعبها كان جيد. فهو مبحر في فضاءات فكريه وفلسفيه كبيره جدا، لكن قادر في النهايه يتماس مع ما نحن فيه يعني. فهو الراجل فلسفيا مر بثلاث مراحل كفيلسوف، ويعتبر ابن ابناء الشرق، الحضاره الشرقيه الاسيويه وخاصه الهنديه والايرانيه. المرحله الاولى سماها الدكتور عبد الجبار الرفاعي مرحله الغرب شيطان. الراجل يعني ظن في مرحله كبيره من عمره ان ما نملكه من قيم اصيله اسيويه وقيم الاسره واهتمام بالروح وتراث ابن عربي وتراث السهروردي والشهنامه، نحن يعني نملك تراث عميق واصيل، وهذا الغرب لقيط يعني قائم على الانتقاء. ويعني عاش هذه المرحلة من عمره، وعمل أيضا فيها كتب تؤصل لذلك، عمل كتاب أسيا في مقابل الغرب، حاول ينتصر فيها قدر الإمكان للقيم الفلسفية الشرقية، وأنها قادرة أيضا على إنجاز شيء ما في المستقبل. وحتى بدأ ينقد مثلا مسلمات بيكون عنده الأصنام الخمسة بتاع المسرح والكهف إلى آخره. بدأ هو يقول لك لا، الأصنام الذهنية اللي هي بدأ يعكس المفهوم بحيث يهاجم بين الأصنام الغربية، وبالتالي يعتبر إن ابن سينا دول ناس تجاوزوا الأصنام، ومفترض يعني نحتفي بيهم أكثر يعني. المرحلة الثانية كان عنوانها عند شيغان الأيديولوجيا وعي زائف. الراجل بعد ما عاش المرحلة دي وحاول يبحر بالقيم الحضارة الشرقية وجاوب على أسئلة العصر، ووجد بلوكات يعني مش قادر لا تجيبه تسعفه بإجابات قادرة على أن ينفذ في أسئلة الأيديولوجيا. لا، الأيديولوجيا عموما، الأيديولوجيا عموما هي خلته، هو كان شوية متحرر من إطار الدين، لكن أيديولوجيته كانت من التراث التاريخي والأسطوري الهندي والشرقي قادر. فهو اعتبر أن المرحلة دي كان يعني سماها الأيديولوجيا وعي زائف، وبدأ ينقد في الحضارة التقليدية بقى. بدأ يعني يعمل فيدباك، يعني يعمل خط نقد ذاتي للحضارة الآسيوية، وبدأ يقول إن التعلق بالتاريخ لن يفيدنا في عبور للمستقبل، وبدأ يتكلم عن حضارة التقليدية. ثم حتى أنا أول مرة مثلا يقع تحت عيني نقد لشريعتي، يعني شريعتي كنت أنا أعتبره يعني الكريمة بتاع المتدينين ودين ضد الدين، ومحاولاته بالنسبة لنا كانت منيرة، لكن أحد يبدو أيضا محتاج ايضا ينظر لوجوه اخرى للفلاسفه يعني. فاول واحد لفت انتباهي خلى الكتاب حريص على قراءته هو انه حتى المحاولات للانطلاق من داخل الموروثات الموجوده وتحملها حموله
لا تتحملها مفاصل المجتمعات وهي أيضا مسيئة. فهو اعتبر إضافات شريعتي في أدلجة الدين أضرت أكثر مما أفادت، يعني يعتبر أحد منتجات شريعتي أو يعني الصور الإيرانية، يعني وبعتبر شريعتي من أنجح الفلاسفة الشرقيين لأنه قامت على فكري من فكره ثورة كبيرة، لكن ما قالتها الآن لم تهب الإيرانيين الحرية ولم تجعله مجتمع يعني حديث بشكل ما. يعني فبدأ يوجه نقد، يقول إن معظم الأديان يحصل الخلل والخطأ عندما تؤدلج. وضرب مثال عجبني جدا، الوضوء أمر إلهي، لكن نخت لما نحوله إلى أمر يعتبر نظافة صحية وأمر مفيد للجسم، دخلنا في نقاش آخر. يعني لن يسعفك هذا الكلام إنك تأكل بعيش ممكن يوم أو الاثنين، لكن لما يقع تحت عقل ذكي ربما ينقض كل المنظومة. فقال إن تحميل الدين جعله أيديولوجيا بيجعل السهام للدين نفسه تزداد بشكل كبير جدا ومضر للمجتمع. واعتبر إن شريعتي ما صنعه، وتقريبا هو اليسار في المشرق، إنه خد نظر إن خد ترسانة الأدبيات الماركسية وبدأ يركب عليها الموروث الإسلامي. فالتوحيد من شيء، يعني الدين الإسلامي باعتباره صيحة عقيدة واستكمال لمسار أنبياء أصبح ثورة تغيير، يعني يقرأ في الإطار الماركسي مش ليس مجال امتداد واستكمال لدين وقيم، لا ده هو تحويل إلى سائر النبي، تحول إلى سائر الأحمر الذي يعني جاء ليجعل الدين أداة للتغيير يعني السياسي وكذا، وليس يقرأ في سياق امتداد أخلاقي قيمي لأنبياء آخرين. فهو يعني جزء من بدأ حتى ينقد المرحلة الأيديولوجية الزائفة الموروث الآسيوي امتدادا إلى من حاولوا أن يستخدموا أدواته في النهوض. المرحلة الثالثة الشغان الثالث بدأ يحصل عنده التوازن، بدأ يعني يرصد تشوهات الشرق والغرب، بدأ قال لك لا والله يعني بدأ في مرحلة أكثر موضوعية، أنه بدأ يقول والله يعني نعم عندنا آفات كبيرة وأيضا الآخر ينبغي أيضا أن ننتقم منه بعناية. فدي كانت المرحلة الثالثة اللي أثرت حتى في 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 نظرته. فبدأ ينقد مثلا فكرة الهوية النقية، الشرق يعني الشرق شرق والغرب غرب، قال لك لا يا عمي هذا الفصل الذي نظنه حدي بين الأعراق والأجناس والثقافات هو يبدو يعني إجرائيا يعني غير متحقق. كأنساب واختلاط دماء ولا كالجنس الآري مقابل يعني وكعرق ولا كتدار؟ على البيزك، على مستوى الأعراق وأيضا على مستوى الثقافات، يعني حجم التقاطع والانتقاء اللي حصل والأخذ والرد والعطاء من كل الأطراف، لا يمكن أن تدعي يعني حضارة أنها تمتلك كل ما أدخلته، كل مدخلاتها هي مدخلات خالصة. يعني الفصل الأول بدأوا بفكرة فوضى البحث عن الهوية، وبدأ يقول إن كل الهويات القديمة زمان كانت يعني حريصة على بناء سياج خاص بها وحريص عليها على مستوى حتى العسكري وعلى مستوى الفلسفي. احنا كمسلمين قلنا دار حرب ودار إسلام، وبالتالي أخرجنا الذي غيرنا في دار أخرى. الصينيين مثلا خارج المملكة الصينية كان بينظر له كشخص أيضا هو أقل رتبة بمن يعيش في الإمبراطورية الصينية. الرومان واليونان في قدر الإمكان كانت الحضارات في المرحلة الأولى حريصة على البناء الهوية الخاصة على مستوى الثقافي والفلسفي وأيضا على مستوى الإجرائي. المرحلة الفصل الثاني بتكلم فيها عن التعددية الثقافية من الكتاب، وبدأ يقول بقى طبعا أثبت الأول أنه كله متقاطع وكله متواصل بدرجة ما. طيب إذا كان كله متواصل وكله متقاطع، هل هذا التواصل والتقاطع هو جيد ولا سيء؟ بدأ أيضا يعمل له قراءة نقدية في إدارة التعددية الغربية للتعدد، وبدأ يعني نقد جدا مثلا إدارة التعددية الثقافية في أمريكا اللي هي عمليا الآن بتخضع إلى إدارة الهيمنة الغربية على كل الأجناس الموجودة، رغم أن الأجناس الموجودة عدديا هي أكثر عددا من العنصر الأوروبي الخالص الأفريقي اللاتيني، لكن ما زال هناك بدرجة ما هيمنة من العنصر الأوروبي على المكونات الموجودة. وبدأ الآن يعمل مقاربة، بقول أمريكا تحولت من قدر الخلطة المغلي، يعني كان الأول مملوء بكل نعم، إلى الآن النقاش على طبق السلطة، مين يأخذ إيه وإزاي يأخذ من القدر الموجود من السلطة. وقال إن دي يعني أحد الإشكالات الكبرى اللي محتاجة حل، يعني فكرة حقوق الانتماء والحقوق الأصلية. الهوية عالميا المبنية على أن في حقوق أصلية، أنت لك حق التدين وحرية المعتقد وأنك تعامل بحق المواطنة،
الآن بلاص الآن في نقاش. أنا الآن مثلا كمسلم عايش في أمريكا كمسلم، هل يحق لي أن أعمل محكمة شرعية؟ أنا شايف والله أني أنا أحتاج إلى قضاء شرعي ديني مثل مثلا أحكام أهل الذمة. فهناك مدرستين، هل إذا فتحنا حقوق الانتماء اللي تصل لمستوى ربما نصل لجيتو خاص، لمذبح خاص، لمدرسة خاصة، لنظام قضائي، هل نسمح للناس في المجتمعات تعمل كده وبالتالي ربما نهدم الهوية الجامعة، ولا ما نديش حق الانتماء وبالتالي أيضا فالآن السجال قايم في هذا الإطار في المجتمعات ما بين منح الناس حق الانتماء الكامل وبين حق ما بين حق الحقوق التأسيسية الكرامة الموجودة، يعني أنك كمواطن تعامل إلى آخره يعني. فبقول هذا النفس اللي يسمح بالتعددية لكن تحت مظلة الهيمنة الغربية في داخله عمل إشكالية كبيرة جدا وخلى فيه ردات فعل تنشأ مثلا حتى في نسف داخليا التفرد الغربي بالحضارة. مثلا ظهرت مدرسة قوية جدا في أوروبا فلسفية وخاصة في أوروبا وأمريكا إن الحضارة الغربية كلها سرقت الموروث الحضاري من الفراعنة. فأنا اتبسطت قلت كده ألاقي حاجة أشتغل بيها يعني. بدأ المدرسة كاملة فلسفية بتقول إن أفلاطون وأرسطو هم استولوا على مكتبة الإسكندرية وما كان فيها من تراث، وتم نقل الأشياء إلى 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 أوروبا وحكم الغربيين بارعون في محو الأثر، فبالتالي علم المصريات هو العلم المؤسس وبالتالي الحضارة أصلا هي حضارة زنجية أصيلة إلى آخره يعني. نتيجة رد الفعل المبالغة في فرض الهيمنة الغربية أو الهيمنة على المكونات الأخرى. لكن مثلا أبسط تفكيك إن مكتبة الإسكندرية يعني حرقت وأهلكت قبل ما أصلا ما يولد أفلاطون، يعني كان الردود إن يا عم الموضوع أصلا ما كانش موجود قبله يعني. الفصل الثالث بيتكلم فيه عن الأنتولوجيا الهشة، ودي كان من أهم الفصول اللي إحنا محتاجين يعني نقف عليه شوية، إن ما حدث من إنجاز حضاري في ملف الحداثة والتنوير. الآن في ظواهر هو أرسطو يعتبرها ارتداد على العقل التنويري، يقول مثلا ما الداعي أن يقرأ تطبع حوالي 10 مليون نسخة من خيميائي الروايات الخيميائي، لماذا هذا الانتشار الضخم إذا تجاوز ملايين النسخ من كاتب في أمريكا اللاتينية يعني، ولماذا أيضا نجد ساسة كبار الآن بدأوا يلجأوا للطالع والصحراء والعرافين والكهنة، وتجد عالم في ناسا ولكن عنده كاهن يعني بحتاج يتصل بيه قبل ما ينام، وفلان في البيت الأبيض لكن ما له صلة برجل الدين المسيحي الفلاني اللي عمال يتنبأ له كيف اتخذ القرار غدا. ايه السياقات اللي جعلت هذا الارتداد في ملف التنوير والحداثة يحصل لهذا المستوى؟ فأول أقل شيء بقول ان يعني الحالة الغربية اصطدمت بأمرين، الامر الموضوع الهيمنه الكنسيه وتحالفها مع الاقطاع نتج عنه اتجاهين اساسيين في الفلسفه. الاتجاه الاول هو الالحاد الاساسي، ان بقى لا عاوزين اديان ولا مؤسسه دينيه، ويته يعني وتجلت في نيتشه في حكايه موت الاله النقب على كل الدين بكل اشكاله. ثم في مدرسه اخرى هي مدرسه اللا تاريخيه الدينيه، يعني فكره ان احنا الدين لكن مؤسسته واعتباره والمحرك للتاريخ لا ممكن نعمل على أسلوب، هو الدين مطلوب لكن دين في حدود العقل، الدين الذي يقبله اعتماد العقل. هذا التيار الثاني ضمر، التيار الأول تمدد فنتج عنه يعني استحوذ على مساحات كبيرة جدا، وبالتالي الناس تريد الدين ولكن لا تريد دين الفلاسفة. وتقرأ لكانت كلام حلو لكن هو في النهاية لا يروي غليل النفس واشتياقها للروح. بقول الإشكالية الكبرى هنا الآن إن في تعبير بيستشهد بتعبير حتى الناس الإسلاميين علي بالحاج، بقول الديمقراطية شكله من أشكال الجاهلية لأنها تسرق السلطة من الخالق وتمنحها للمخلوق، يعني حتى من كثر الأدوات اللي كانت بتفرض في سياق من السياق ولا المؤسس لها فلسفيا اعتبروها حتى الحساسيه العامه السياسيين ان الديمقراطيه دي في نظره ان تسرق السلطه من الخالق وتجعلها في عند المخلوق. هذا البحث والتوتر هو اللي انشا الان الفراغات الموجوده في عدم يعني وجود دين كما يقول حسن بن حسن دين بكل الشروط. الغرب ليس ضد الدين بشكل عام كبير لكن لم يطرح على طاولته دين قابل للنفاذ في مساحات العقل. وبالتالي الان القفزات بقى للافكار مثلا لجوء بشكل قوي جدا أدبيات ابن الرومي وابن الفارض والخمريات، وهذا الإقبال الكبير على هذه الأشياء الروحية أوشا هذا الرجل الهندي اللي قلب الدنيا، فأقول لك فيه شيء خيط ناظم، في ناس تبحث عن شيء مفقود عن الروح. الفلسفة اللي طرحت في التنوير لم تجيب عنه ولم يقدم للناس دين
بكراش شروط يقبله العقل الغربي. نتج عنه الفصل بقى الرابع، يقول كيف امسى العالم شبحا، هذا الفراغ الكبير نتج عنه هذه القفزات بقى الموجوده اللي احنا بنسمع عنها الان. وبيقول ضرب مثال فيه على ايران، يقول سابقا كان العالم متسقا مع ذاته، الساحر موجود والراهب موجود والمعبد موجود والحاكم موجود، وفي دويتو ما بين الثلاثه، والراي العام في يعني الراي العام ماشي في القصه دي. يعني الحضاره المصريه قايمه على اني الملك والملك ابن الاله، وينبغي ان نعتني به جدا، ليس لانه ابن الاله فقط، لان العقيده المصريه بتقول ان نجاته في الاخره اذا نجا الملك المجتمع نجا، وبالتالي لازم نظبطه. فكان المصري يصنع القبر للملك ليس مكرها، هو عقيدته ان لازم هذا الرجل يعني يظبط عشان نقدر نعدي من اللي احنا فيه ده. فوضع الذهب وضع، فتجد المصري بيته فقير لكن هو حريص على مستقبله الاخروي، والذي تجسد في ان هذا الملك يبد ان يعني يعبر الى العالم الاخر، وحتى المجتمع يسلم. فكان بيقول المجتمعات دي كانت منسجمه مع ما تعتقده، السحر له مكانه والكهل له مكانه وماشي في التراث. الان قمع الحداثه، دوله وطنيه تحتاج الى نظام علماني، والاساس الدينيه شغاله في ليفل اخر، والموروث الشعبي بيعزف نشيد اخر. فقال قال احد اثبات كبرى في ايران، قال سابقا ايران وفقت ما بين الشهنامه، ما بين الرؤيه الشهنامه وما بين ايران الشيعيه، ان الاثنين اساطير. الحاله الاولى ايران تحكم من الهند لباكستان من وراء النهر، وبقى الخرافات عن الامبراطوريه القاهره والكبيره واساطير ضخمه جدا. الحاله الشيعيه هي ايضا حاله اسطوريه، فقال قدرنا نوفق الاثنين، يعني قدر موضوع الاسطوره الشيعيه مع اسطوره الشهنامه ضبط الموضوع. لكن الان الحداثه ركبها فين؟ يعني الان الحداثه كفلسفه جديده مش لا قبلت تدخل في وعاء الشهنامه ولن تنفذ في وعاء التاويل الشيعي، وبالتالي هذا الاضطراب الكبير في الفجوات ضخم جدا. لذلك هو بيعتبر ان الان اي نداء مقترب من موضوع الروح او ما وراء الطبيعه بمقاربه ما سيجد له انصارا، وسيظل يسبب اشكاليات انه لا يجد له نسقا في داخل السيستم. هو ايه كفين؟ يعني انا الان سياسي ومقتنع ان اوشو هيديني الحكمه في البيت الابيض، انا الان عن تقرير استراتيجي، ما عنديش انا عنديش تنبؤات، فلو كشفت عن ما استعين به مش مقبول، وايضا انا مضطر ان برجع له بالليل. فبقول ان كل هذه الانساق الجديده لم تجد لها مكانا في سيستم الموجود، وبالتالي هيجد تمددها الجغرافي، انتشارها مثلا، لماذا داعش تجلب اناس اخرين من وراء البحار؟ بقول ان يعني وجد مكان ربما تحيا فيه الافكار المجنونه. يعني فبالتالي بقول هذا العالم اصبح شبحا نتيجه ان الافكار الاجابه عن اسئله الروح لم تنفذ بشكل جيد، فالناس بتبحث عن فضاءات اخرى، لكن هناك عدم اتساق لوجود نسق قادر على حمل. هو بيعتبر ان هذه العوده ليست عوده للدين، هي عوده للخرافات، لان الدين الذي بكراش شروط لهذا لم يقدم بشكل جيد للمجتمعات. واهم ما جاء في الكتاب في الفصل اللي بعد كده، الفصل الخامس، بيتكلم عن كيف امسى العالم شبحا، بيتكلم فيه عن الخامس كان كيف امسى العالم شبحا، واللي كان قبله عن الانطولوجيا الهشه، فكره العولمه وما انتجته من الاضطراب، وبالتالي نتج عنه العالم الشبحي. لكن اهم ما جاء فيه عبارات كانت مهمه جدا في طب اذا كانت الحاله الغربيه بهذا السوء في درجه ما، يعني في اجابه على اسئله الروح الى اخره، فهذا يعني ان هذا الغرب قفل والحضاره انتهت واحنا الورثه الطبيعيين لهذا الكيان المهترئ في نظر بعض الناس. فكان عمل حوار مع كاتب فرنسي ما زال عايش حد الان، فهذا الكاتب الفرنسي ينقل عنه، بيقول هذا الفرنسي يقول لو سئلته اي الاعمده البنائيه للغرب تختاره اذا كان قدامه خيار واحد بس، اذا كانت الحضاره الغربيه قامت على مثلا الحريه والكرامه والعداله، طب اي الاعمده لو انت تختار الحضاره الغربيه؟ فقال ساختار النقد والنقد الذاتي. لن تقوى اي ثقافه أمة اخرى ليس عندها النقد والنقد الذاتي ان تنافسنا مستقبلا، فاي ثقافه ليس لها عمق في هذا الباب ستظل تدور وتكتر امال التاريخ، لكن لن تكون لها قدره على انها تنافسنا بدرجه من الدرجات. وبدا يسقط على الحاله الاسيويه ان قيم الاسره والاصاله الى اخره، قال لك مفيده تقييم ايضا قيمه تقديم الجماعه على الفرد،
هي مفيدة في ستارت اون، يعني ممكن تعطي الإشارة والشارة للتنمية، لكن لا تضمن استقرارها ولا ازدهارها. يعني ممكن في الأول يلا يا جماعة اللي يحب النبي يزوق نشتغل، ما نش ننسى نفسنا شوية عشان نعد عنق الزجاجة، هتمشيك لكن لن تبدع، لأن الفرد في الآخر منسحق بعد مرحلة. طب أنا نصيبي إيه من كعكة من هذه الكعكة التي تطرح الآن؟ لذلك أنا التعثر الماليزي الآن، بعض الشكوك في الموضوع الصيني، هناك إن فكرة الفرد بعد مرحلة ما محتاج تعطي له فضاء من الحركة بدرجة من الدرجات. هو طرح يعني في صفحة واحدة الحل للأزمة، الموضوع الخواء الروحي إلى آخره، وكيف يتم الاستجابة لها. يعني بينقض أيضا أن فكرة أدلجة الدين وتحميله ما لم يأتي من أجله أساء بشكل كبير جدا إلى القيم المضيئة للأديان. واستخدم هنا لماكس فيبر عبارة خطيرة جدا، بيقول إن روح الزهد الديني فرت اليوم من القفص إلى الأبد، ولا أحد يعلم الآن من الذي سيحبس في القفص غدا، ولا أحد يدري هل سيظهر في نهاية هذا الطريق العظيم أنبياء جدد، أم أن الأفكار والقيم القديمة ستعود إلى الصدارة بكل اقتدار. يعني إفراغ الدين الأديان من القيم الحقيقية اللي جاءت تصل الإنسان بربه بعيد عن كل الأيديولوجيا وكل الأشياء، خرجت من قفص الأديان، والتالي اللي هتحبس سيخش ربما يحبس على أشياء لا تمس ما الذي يطلبه. يعني تخيل الله محبة على الأرض السلام الدين المسيحي اللي هو مفترض ضربك على خدك الأيسر أدرى والخدك الأيمن. أما تجد كرسي البابوية في مصر أقدم كنيسة، الكرسي عبارة عن أسدين بصولجان، معلقة الأسد بالمحبة. يعني الكرسي البابوي تحول لشيء إمبراطوري، يعني العلاقة له بالرسالة، وهكذا ما تمد الخط هتجد. هو بيعتبر أن الأزمة فراغ الأديان مضمونة واشتباك بها إيديولوجيا هو اللي عمل اللخبطة الموجودة في هذه المنطقة، وبالتالي بيعتبر أن العودة للقيم الأصلية للأديان ربما تفتح فضاء للإنسان بدرجة ما. بقول إن إحنا شئنا أم أبينا نقول الحداثة والمؤصلة للحاجات اللغوية مش هتصلح. أنت الآن عندك سيستم مختلف تماما عن ما كنت تدرسه من التاريخ، تركيبه في السيستم في النظام القديم في إشكالية فلسفية، سابقا كانوا قادرين نلفق ونوفق، الآن في متطلبات جديدة. هذا الاضطراب كله بيأكد إن النظر للحداثة باعتبارها موروث إنسان، يعني مرحلة أنجزت يمكن أن نبني عليها وأيضا استفادت من كل الموروث، لكن الصدام معها الكامل وافتراض أن في حل يعني سيقطع معها قطع تام، بيقول في إشكالية، يعني إشكالية كبيرة جدا. بقى أخدم بس المثال اللي ضربه بالهويات المتعددة، اللي بيقول الجذر الريزومي والجذور في أنواع، في جذر وتدي رأسي، الجذر الريزومي هو بتاع القمح والشعير إلى آخره، يتمدد أفقيا، والنجيلة اللي هي الحشيش الأخضر اولا وقضى على التواصل مع اي جذر اخر، يتمدد بفتره بمدى افقي ضخم جدا، قدرته على مقاومه الاسمده عاليه جدا، مقاومه السموم والمبيدات، ايضا قدرته على الاستفاده من الاسمده لا يستجيب للمتغيرات بسهوله. اذا حتى قطع والقي ولكن بعد فتره ما اذا مسه المطر يخضر، بدل الصحراء فجاه تجدها جافه اذا نزل المطر، فهو كامل. هو جذر عصي على الاقتلاع، على الاستئصال، عميق، قادر على التواصل مع الاخرين، متمدد بشكل مساحه كبيره جدا. فالهويه كلما الاشتباك معها بالغلق والمحاربه والعولبه والبتر مش مفيد، ربما تكمن لكن قد تنفجر في مساحات اخرى. فالتعاطي معها انها متغلغله وموجوده ومتواصله افضل من التعاطي معها بحكايه الجذر والقطع، لانها في النهايه ثبت ان قهرها ودمجها او قهرها وحول صهرها في قالب واحد امر في عصر. فطبعا هذا الرجل اكتشفت انه من اقوى الناس اللي مرض يقرا نقد عن الثوره الايرانيه، عمل نقد الثوره الدينيه، من اعمق الفلاسفه الذين تناولوا بالتحليل النقد للثوره الايرانيه بشكل كبير جدا. وكان مقيم برا فرنسا ولكن عاد الان يعني لايران. شكرا، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا. طيب.